أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في نشرة الثقافة الطبية، والتي نستعرض فيها آخر المستجدات حول فيروس كورونا وأحدث تقارير لجنة كومباس الصادرة بخصوص تطورات فيروس كورونا المستجد. فكونوا معنا بعد الفاصل. في أحدث التقارير الصادرة بخصوص آخر أخبار فيروس كورونا وتداعياته الصحية والاقتصادية على بلدان العالم وسباق إنتاج اللقاحات المضادة له على الصعيد العالمي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى أكثر من 100 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى أكثر من 2,160,000 حالة وفاة. وفي الكويت فقد وصل إجمالي أعداد الإصابات إلى أكثر من 162,000 إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى أكثر من 950 حالة وفاة. وبرئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح شرحاً حول الوضع الصحي في البلاد، وعليه فقد أصدر المجلس قراراته الآتية: أولاً، تأجيل موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر. ثانياً، تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن. وقد كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء لن يلجأ إلى إصدار قرار بفرض حظر التجول، موضحة أنه لا نية لفرض الحظر الكلي أو الجزئي. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند خلال المؤتمر الدوري الذي تعقده الوزارة أن هناك حصة يومية لكل فئة من الفئات المستحقة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الرسائل النصية لتلقيه يتم إرسالها وفقا لكمية الشحنات الواردة من اللقاح، وأن التطعيم ما زال قائما رغم تداعيات المستجدات الأخيرة من قبل الجهات المصنعة مع جميع الدول ومن بينها الكويت. وقال السند إنه لم يتم رصد أي إصابة بالفيروس لأي شخص بعد أخذ الجرعة الثانية من تطعيم كوفيد-19 حتى الآن. وحول متوسط نسبة إشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة والأجنحة الخاصة بمرضى كوفيد-19، أوضح السند أن متوسط الإشغال بلغ أدنى مستوى له في نهاية شهر ديسمبر 2020 بنحو 7%، ليزداد بعد الأسبوع الثاني من شهر يناير إلى 9%. وفيما يخص أسرة العناية المركزة فقد بلغ أدنى متوسط نسبة إشغال في نهاية ديسمبر 2020 بواقع 9%، في حين ارتفعت في النصف الأول من يناير الجاري إلى 11%. وفي مصر أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد بدء المرحلة الأولى من توزيع وحقن لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بجميع أنحاء البلاد. وأكدت زايد خلال مؤتمر صحفي على أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فعاليتها، وقالت إن الدراسات الخاصة باللقاح الصيني أثبتت فعاليته بنسبة 86%، ونجاحه أيضاً في توليد أجسام مضادة وصلت نسبتها إلى 99%، وأن فعاليتها تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وأن ما بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوماً. وتم تخصيص أكثر من 36 مركزاً في مختلف أنحاء مصر من أجل توزيع اللقاح. وقالت الوزيرة في تصريح سابق إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، أي 20% من سكان مصر. في تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية عن مدى تأثير فيروس كورونا وتحوراته على الأطفال، وفي لقاء نقل على موقع المنظمة على تويتر، أكدت الدكتورة ماريا فان كيركوف
الخبيرة بالأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية أن الأطفال خاصة الأصغر سناً المصابين بكوفيد-19 يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن. وقالت إن الأعراض التي يمكن أن تصيب بعض الأطفال تكون معوية مثل الإسهال أو القيء، ولكن معظم الأطفال الذين تثبت إصابتهم بالعدوى لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق. وأكدت كيركوف أنه فيما يتعلق بالسلالة المتحورة فإنه تمت ملاحظة زيادة في قابلية الانتقال عبر جميع الفئات العمرية، بما يشمل زيادة انتشار العدوى بين الأطفال الأصغر سناً أيضاً. وقالت إن أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الأطفال هي الوقاية، وشرحت أن جميع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشمل الكبار والصغار على حد السواء. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام نشرة الثقافة الطبية. في أمان الله.